يا حلال ما لفت أماسي بالفنون أشكال بروس واحن بالمدن ويبال أماسي شوقتنا وتضوينا كل ليلة محلاها ونستنا بصغرة حلوة وجميلة جلستنا عالسواق وعرض الريف المخيلة أو في ساحة البوادي أو شاطي بهمسيلة إلي ما شاء الله مرحبا بكم يا أماسي يا مرحبا بكم في أماسي يا مرحبا بكم في أماسي يا سلام يعدوا شوية هل يجيب يا مرحبا بكم في أماسي يا مرحبا بكم في أماسي السلام عليكم يا ابن ياقوت مرحبا وسهلا يا سلام عليكم السلام مساكم خير كيف حالك؟ الله يعطيك العافيه طيب يا مرحبا كيف حالك؟ يا اهلا فيك عربان اخوك جماعتك زاهي مره مره العيد صار العيد عادي استريح يا ابن ياقوت كيف حالك بخير الحمد لله الله يسلمك بسولف معك بعد شويه كيف بعدني ما تسولف عندي ما اسالك عن علوم حياته تاخذ علومي يلا هلا ماشي شو اخبارك؟ الخير نصوبك فاك علو؟ الله يعطيك العافيه حياكم يا قوي استريح تفضل اذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام باسمي وباسم طاقم عمل برنامج اماسي نحييكم اجمل تحيه ومبارك لكم بحلول شهر رمضان المبارك مشاهدينا طبعا مثل ما تعودتوا علينا في برنامج اماسي نظهر لكم كذا ببيئات مختلفة من بيئاتنا المحلية طبعا نحن تدرجنا جينا وقعدنا في سنة من السوات الخيمة من ثم قعدنا في السيم اللي هي المنامة اليوم نحن وصلنا إلى البيئة الصحراوية بيئة البادية ونحن اليوم هنا قاعدين فيها وإن شاء الله تعالى راح تشوفونا على مدى الأيام الجاية وحنا بين الطعوس والرمول طبعا تتساءلون وتقولون وين الحين هم قاعدين احنا ما اخبركم ما بقول ان نحن في رمول بديه ولا في هيمه ولا في جده الحراسيس عاد انتم خيروا لكن اللي اقوله ان المكان اللي نحن فيه بارد حيل يعني منطقه بارده اللي نحن فيها جوها بارد حلو على كل حال مشاهدينا الكرام ايضا بالنسبه للبرنامج تعود انه يطرح لكم سؤال في كل حلقه هو مثل ما يقولون قطع العادة عداوة وأكيد نحن ما نقطع عادتنا وياكم سؤالنا راح نطرحها لكم يوميا ولكن أبشركم أيضا أن تلفزيون سلطنة عمان حب يكرمكم أيضا وبدل ما يكون فائز واحد راح يكون عندنا فائزين يوميا إذا لكل فائز راح يكون 100 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان إذا الأسئلة راح تكون بإذن الله تعالى كالعادة هي سهلة وأيضا هي في محور نطاقنا المحلي ما نبعد نتعرف شوي على نطاق المحلي أسئلتنا راح تكون بإذن الله تعالى عن المواقع اللي تشرفت باحتضان المخيمات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم الله يحفظه يا رب إذا المخيمات هذه تشرفت أيضا بتسمية من لدن جلالة السلطان إذا هذه التسمية راح نحن دائما نطرح عليكم سؤال ونعطيكم الخيارات ما عليكم اللي تختاروا الرقم الإجابة الصحيحة وترسلوا على الأرقام اللي راح تظهر معكم على الشاشة
الحين ناخذ السؤال لليوم. أين يقع سيح المحامد؟ 1 بركة، 2 لوى، 3 العوابي. اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. نورس 90937، والرقم الثاني تشترك فيه عمان موبايل وفرندلي وهلفون، وهو 90286. إذن مثل ما سمعتوا مشاهدين الكرام، هذا هو سؤالنا له اليوم. سؤال أيضا سهل أكيد، ما يبغى عليكم إلا تبحثون وين يوجد هذا السيح. أكرر السؤال مرة ثانية وأقول: أين يوجد سيح المحامد؟ 1 في بركة، 2 لوى، 3 العوابي. إذن اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وترسلوه على الأرقام اللي أنتوا تشتركون فيها من الشركات الاتصال عمان موبايل وفريندلي وهلفون. اشتركوا في رقم 1 اللي هو 90286. أما النورس تنفرد برقمها 90937. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، وقلنا لكم الفائزين معانا أهم شخصين لكل يوم بإذن الله، ولكل فائز 100 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. وإن شاء الله نقول مبروك للجميع لنهاية إن شاء الله ختام برنامجنا. إذن خلونا الحين شوية نقعد شوية هنا في جلستنا الجميلة هذه وجونا البارد، وأيضا بنياقوت وفنيان القهوة اللي تعودنا عليه. حياك يا بنياقوت. ما شاء الله. الله يسلمك. طيب. كيف حالك؟ طيب خير. كيف حالك؟ بخير. حياك الله. يا مرحبا. الله يسلمك. مرحبا. 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 كيف الحال؟ وين بارك؟ حالك؟ ساك بخير. الله يعطيك العافية. تعال وتفضل. حياك الله. حيا الله. تعال هني. كيف حالك؟ بخير. الله يحييك. تعال هني. لا هني أنا بجلس. بسم الله. كيف حالك؟ الله يعافيك. شو أخبارك؟ الحمد لله. طيب ما شاء الله. نعم أنت بخير. ناخذ علومكم عن ياسين كان. بسم الله. يلا استريح. عاد ما نقدر نوقفك وايد. كل واحد. الله يعطيك العافية. شو أخبارك أبوي؟ ماشي علوم. عساك طيب؟ أبدا. ماشي علوم؟ أبدا. شو أخبار؟ لا أنا مطر. الله يحييك. ما خبرت بشيء. ماشي. غير الخير. الله يطول عمرك. جيت ما شاء الله من يعلان. يعلان. والله والنعم. ليش الدار الزينة. الله يحييك. الله بياقوت. قهويكم. جيب لك قهوة نعم. وين حلوات النعبي؟ وانا ما شاء الله حلوات برك النعبي صاعد مره وانا ما شاء الله هي اليوم بعد حمرا مزعفره تفضل ابوي بسم الله يلا بسم الله شلون جعلان وهلها الله ما شاء الله في حر هناك ابوي لا والله كوس كوس ما شاء الله مثل عندنا هني لا هني عندكم حر ابرد لا هني ابرد الحين وين ياسر يوكي ايوه اتواصل علينا انت احسنت تسلم يا ابن ياقوت العافية عاد مشتاقين قهوتك يا ابن ياقوت ايوه في القهوة موجودة وجاهزة ما شاء الله عليك شغلكم مره شغل بداوة شمالكم وهناكم ابوي ترتيبكم كله زين الله يطول عمرك عاد قلنا نقعد كذي ما بين الطعوس هذه نغير شوي نحن جلسنا ترى في اماكن عديده وقلنا نجرب هالمره عاد شي قعده الطعوس والجو بارد ما شاء الله صبله صبله ترى ابوي حب قهوه لا ابوي هنا لازم يكون فنجانين بس انا ابوني ما زير غير واحد احسنت هو ما تشرب الشياب يطربون على القهوة واحد للضيف واحد للكيف الله الله تعرف ايش قال؟ واحد للضيف واحد للكيف احسنت احسنت حياك الله يا ابوي الله يعطيك العافية يا رب تفضل يا مرحبا بك زاد فضلك ما شاء الله عليك نسولف نحن شوي كذا عن هايك البلاد الحلوة قبل هذه بلادنا حلوة يعلان حلوة كلها يعلان بني ابو حسن بيود سلطان غابوس حلوة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الدنيا يعني الحمد لله برحة شوي مفتوحة مستريحين امان وخير
اخصب ماشي باس. الحمد لله رب العالمين. طول الله عمره. يعني لا من بغيتها جعلان هذه ولا من بغيتها باديه ترى هي باديه، ولا من بغيتها حضر هي حضر. متواصي. نعم. زين بالنسبه لجعلان طبعا خلنا نتكلم عن الحياه قبل. قبل قبل كيف عشتوها قبل؟ عشناها الحمد لله. خلنا نتكلم لين قبل الله يحكم مولانا. قبل اللي عشناها كم زين. كم كان عمرك هاك الفتره تذكر؟ عمري انا من سن من صاحب الجلاله من يوب سن ما شاء الله. يوم حكم صاحب الجلاله ايه؟ انا عمري يوب 28 سنه. عادي الساعة أنت عمرك 28. ثمانية وعشرين. إنزين استقبلته سمعته الخبر. وين سمعته الخبر؟ كيف سمعته؟ أنا يا أخي يا ترى وادو حلي ولما مشي الوادو لما خبر فلان وعلان يا أبو صبار وقالوا الحمد لله عليك ما سألته غليجي حمان فولي. إيه عليك هو صفت بلاده الحمد لله وأسعدني وجزاه الله خير ونغاني ويبني عيال وولدني الحمد لله وعشني الله يطول وخدم فلايه وخدم مدارس ايه؟ وخدم شوارع. نعم وجزاه الله خير وطول الله عمره مدد الله من عافيه. وتغيرت البلاد وانتم تشوفون التغيير كل شيء يعني تغير. كنتوا قبل شايفينها قبل شلون؟ شايفين الواحد عندنا حمار وبعير وناقه ما شاء الله، والحين عندنا سياره وبيت الحمد لله الحمد لله وطول الله عمره ونتمنى له علي عاد طولة العمر على الصلاة يلا طول عمري وفي الوالدي الله يعافيك يا رب. يستاهل يستاهل. نعم. زين أبوي بالنسبة للبوش كان عندك أنت رشاب؟ عندنا رشاب حمير ورشاب سويت عندنا من خلاف يدني رشاب ما شاء الله. زين كان أول يعني معيشة طبعا تكون صعبة صعبة السيرة الأولية وكذا صعبة. من وين كنتوا تروحون تيبون معيشة؟ نصف الفصول ونصف المسجد. أيه. على فصول. على على ظهور الابل ولا الحمير؟ على الابل. على الابل تروحون. زين نشيل البسر. أيه. اول فدها الموسم البسر. نعم ونهبط ونرفع عيش يواني وبز. نعم وعايشين عليها الطريق هذه الحمد لله. كم يوم تاخذون من اعلان لين صور ولا للمسكت؟ يوم يعني خمس اربع ايام ونوصل لا نرجع اعلان. اربع ايام لين تردون. و13 يوم 15 يوم مسكت ما شاء الله. بعيدة عليكم مسجد. بعيدة بعيدة عليكم. و15 يوم عبري تروحون عبري. يعني عبري شو تجيبون منها؟ نجيب صح منها صح. صح ومن بأهلي ما شاء الله ومن نزوي ومن بلدان الخير ما شاء الله. يعني تجيبون هناك انتم وتشترونه منهم صحيح؟ تفحن بلادنا اول. ايه تخرس فيه. يوم تخرس نجيب تمر من الغربي. من عبري ومن بأهلي ومن نعم. وترزقونهم وانتم تعيشون ومن سمايل فوق بوشنا ماشي. نعم. بات هني تبيعه كنت ابوي ولا بس اللي حق اللي نبيعه؟ تبيعونه؟ نبيعه شيء وطيل بيتنا وشي نبيعه ما شاء الله. وخلاف الحمد لله افتلات الطريق. اي وسافرنا كويت وخدمنا فيها. هذا عاد هذا عاد سافرته قبل قبل لا يحكم مولانا قبل من حكم صاحب الجلاله بلى بنشنا. رجعت وراح اشتغل في المطار. كيف عرفته هناك سمعته الخبر؟ قالوا لنا وقالوا لنا ربعنا بلادكم زينه. وروحوا انا اشتغل في المطار. انا اشتغل في المطار 17 سنه. اشتغلت في المطار في المطار الكويت. في مطار الكويت. نعم الطيران المدني ما شاء الله. زين وسمعت الخبر عادك بلشت من انت انا اللي قريب اللي قريب لا في الطياره بس ورجعت منك ابونا من الناس كيف والله جميل الحمد لله وتيسر ويت ولقيت عمان اول ما بعدني ولد وخلاف قعدوا عندي 15 كنت متزوج ابوي ذيك الايام يوم عادت صار توي متزوج توي توك متزوج. ما شاء الله ما لحقت يعني قبل 78 طلعت 78 نعم سنة 78 ما شاء الله طلعت ورجعت من هناك واشتغلت واشتغلت هنا في عمان في البلدية في البلدية وابتديت الحياة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لكن قبل هناك يعني قبل لا تشتغلون قبل في جعلان يعني كانت الحياة أسرة كان السكن ذيك الايام؟ السكن داموس سبحان الله داموس قوس حنا لا هي بس كيف ابوي تدارون عنه لما ينزل مطر؟ مطر مطر علينا مطر فرحان يبه الحمد لله. ولكن ال الداموس ما تقدر تدعون وعليه اخصاف. ما شاء الله شوف اول صاف وما يقطر صاف اليوم 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 سميت وحنا مرتاحين وتقال قطران انت ما شفت اعلان لو شايف اعلان نعم بتقول بس سبحان ما بقيت انخلى فيه. ايه الحين كدست الاموال وطاح الشجر وطاح الدنيا سبحان الله تسمعني. نعم. اول فوق خيمه يضرب من المطر اي وغدرت الدنيا وثرني سبحان الله انا وحيواننا عشنا سبحان الله
الحمد لله. الحمد لله على كل حال. والحين الخير فاضل. الحمد لله. بيت في يونيتين عاش. فيه رب ينفع. الحمد لله. فضل الله صاحب القلالة. تداربت الدنيا. نعم. روحني أخذني ساعتي اللي المسكين. نعم. خدمة بفلاية. وخدم مدارس وخدم مستشفيات. نعم. ودرسني عيالني وفهمني جزاه الله خير. وش نبغي اكثر ابوي؟ ما نبغى شيء، الله فوق الدنيا دايم. الله يعطيك الصحه، يعلمنا الله سبحانه وتعالى. زين ابوي، على طاري هذا عاد السوالف وشويه بنريحنا حن على الفنون، فنون الباديه. هي فنون الباديه جعلان فيها تغرد وفيها همبل بوش وفيها هل الرزحة رزحة. نعم. الرزحة ما بعدني طيب. نعم. عجنة تغرود وهمبل وطارق ما شاء الله. زين، أيام كنتوا لما ترحلون، ترحلون أنتوا قوافل قبل على أركاب؟ تروحون قوافل؟ قوافل قوافل. أي الواحد ثلاث ناقات أربع ناقات. أي حلو. لما لما تروحون كذي طبعا تريحون عن حالكم وانتوا راحلين كذا فوقهم، فوق على ظهور النوق غنينا فوقهم. وايش تغنون عاد؟ غنى هذه الونه، انتم تسموها الونه. احنا نسميها طارق. انتم تسمونها طارق؟ هي في باطنا يسموها الونه. اي هذه هذه تشيلونها اثنين كذي اثنين، حد يرد عليك رديده فيها اثنين. اي لكن والتغرود لو بغاني ابوش السيده. اي تغرود غير. اه تغرود صح. الهمبل غير. زين ايش رايك نسمع تغروده قبل؟ تبغى تغرود بوش؟ اها تغرود بوش. بعدين الى من حد لفانا هني عشان حد يلفين من اعلان. ما عليه. ها؟ الى حد لفانا من اعلان بعدين بنسمع. لا كل واحد تبغى لا عني واحد اني انا وياه. يا مرحبا بلا يمكن تايه عنا. اللي عندي. وين كنا جاي كنا جاي. بجي. كنا اسمه بن ياقوت كنا حد جاي. كنا حد جاي. اي زين يا مرحبا بلا جاي جاي صاحبه. جاي جاي. ما يخالف. نعم جاي. تواني خبر. انا اسمع اسمع. ما يخالف. أنا مرة خبة ارتشاب أعرفها. لو مدي خبة ارتشاب هل إعلان أعرفها؟ يقول رفق ومسير الهين ليش الطنة. رفق ومسير الهين ليش الطنة. يكون كل مطرب يقرب عني. أي والله. تبها لاحن ولا تبها لكلام؟ لا هاي تغرود بها لاحن. نسمعها لاحن. يقول رفق ومسير الهين ليش طيبني ويكون كل مطرب يغرد عيني. مرحبا مرحبا وصل الرجال. حياك الله ابوي، شو اخبارك؟ الله يعافيك. الوالد يميح، حالك؟ عساك بخير.